هذه المصنعين اللي كانت في مهلهم شاءت الصدفة باش يجيو ربع مارس وحنا كنحتفلوا في ايام بالمطعم المشروع تاع ميسا يسمى بمشروع الكرامة لأنه بغى يرجع الكرامة تاع المركب الليبية واللي ما تحتوش الفرصة باش يمشي للنادور ويشوف كيفاش المرأة كتدخل لأن مع الأسف المرأة كتخدم 90% ولا 95% تاع ميسا وما يكونش باش يحملوا ذاك المصالح ويشوف المعاناة تاعها. هذا المشروع جا باش يرجع الكرامة لذاك المرأة هذي اللي كانت في المولية. وداك المنطقة تاع المسار والسيد الرئيس حضر معنا وراه هو كيعرف هاد الشيء منا هاد السنين وداك المنطقة الصناعية مفتوحة إلا ما خلطناش هاد الثمن كجهة باش نجيبو المصنع الأول والثاني راح تروح ما يجيش ما يجي إذا لابد ولا يكون دابا استخدموا لي الكلمة اللي ما كنطلب من الأستاذ باش تخدموا ليا شنو يكون يشوف العربية البوك نعم الخيار صغير هو ماشي خيار هو الخيار على كل حال الا كنت تمشي تقول لك واحد الكلام الفرنساوي لو بلو دور سي لو بخومي كورنيشون فاش كتجبدو خصهم كيطلعو الفوق حنا هذا اليوزين الاول سي لو بخومي كورنيشون كنتديو الثمن تاعو وهذا الثمن هذا بالنسبه للخلق تقريبا في الشهور 950 شهور ماشي واحد الثمن باهظ باش يمكننا نجلبوا مستثمرين اخرين وغنتكلم عليها سيدي الشيخ الرئيس المحترم راه كاين واحد الحديث ما كناش نقولوا كل شيء مع واحد العدد كبير تاع المستثمرين باش يمكنوا يجيو ويسبوا في ذاك الجهه وهذا كنهيئوا به الاستثمار الكبير اللي غادي يكون دابا سنتين بالنسبه لذاك الميناء نتاع الناظور غير متوسط. إذا ما جبتش هاد المستثمرين اليوم غادي يجيو أجانب وغادي يقولوا حنا ما درنا والو جبنا أجانب هما اللي استثمروا لا بد باش نجيبوا الناس وهنايا إلا بغينا ندخلوا في الحديث غادي يصعب علينا لأنه ماشي استثمار غير في الناظور ولكن استثمار ضد واحد المستعمر واستثمار من أجل باش الكارة ما ترجع لنا. نفس الحديث بالنسبة للمنطقة الثانية ولا الاستثمار الثاني اللي هو جا في واحد النقطة اللي هي جد حساسة وإن شاء الله كنتمنى في يوم الغد يكون البداية بهذا المشروع هذا اللي هو في الأصل وقعنا على 750 نصب شغل اليوم كنتكلموا على 1500 نصب شغل ولكن حنا الإلزام اللي عندنا في الحديث نتاع الاتفاقية هو 750 نصب شغل راه كل نصب شغل نصب شغل في جرارة له أهمية قصوى ونذكروا بأنه اليوم إلا كنا غدا غادي يفتح المصنع راه الاتفاقية دارت واحد النطق اللي كان عاصي بغينا باش نتمنى اللي يجي يستثمرنا في المغرب. حنا اليوم في الفئه نتاعنا وهذا اللي قلناه يوم الجمعه بنفس الفئه الدوله نتاع الاستثمار راه هو مع الاسف مع الاسف لي شيف سون تري 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 ديفيسيل. اكبر نسبه بطاله في المغرب هي في الجهه الشرقيه. اكبر بطاله في واحد الفئه عمريه اللي هي تقدر نهتموا بها هنايا 25 34 سنه ما عندوش ديبلوم ما كيتكونش وما عندوش عمل. أكبر نسبة في المغرب تكبر 37% وأنا كنطلب منكم باش هاد الأرقام هادو يجيو يخدموا لكم لأن هذا عرض الإسلام وقعت به الجهة مع الولاية أنا كنطلب من السيد الرئيس إذا كان كنا نزور مجهود بغينا نذهب إذا كان هذا اللقاء غادي تحصلوا عليه باش كل واحد منا يعرف شنو الفئات اللي كنا نهتموها لأن هي اللي كتعاني أكثر